بس بقى حسن عيوني دكتور شلونك طابو، الدكتور ديالك والله الحمد تقويلك لله. عيوني عم دكتور عم حسين، عرفنا وحدنا لا يا حسن والله لا، عيني أنا ما عرفنا يمنع وين عنكم إلا الشديد هيك القوي. مساحة الله يحفظك شدها الله يحفظكم أستاذ عبد الحميد، شلونك عزيزي؟ خير الله يسلمك إن شاء الله الجميع بخير. الله يخليك وجودك وجود الجميع الله يخليك أستاذ هيثم، دكتور عامر، كلكم بخير إن شاء الله. أستاذ خالد، مساء الخير على الجميع. شكرا استاذ هادي. حبيبي ابو بخير أستاذ الأمار، الله هيثم، بالخير. ابو الخيرات عزيزي، تحياتي لك. شلونك شلون احوالك؟ والله عزيزي شفت الاعمال مو ابو نوار؟ اعمال والله صار نجي الباكر. عندنا حنشي وراها ورا المحاضرة ان شاء الله. انا اعرف بيش تذكر. اي نعم ان شاء الله يتحقق المشروع ان شاء الله، مشروع مهم ان شاء الله عزيزي. مساء الخير على الجميع. مساء الخيرات يا سنة، مرحبا بك. الخير ست مايد. مساء النور، اهلا وسهلا. طبعا كنت مبدع استاذ منهل، كنت مبدع البارحه ما شاء الله عليك. اهلا ست مايد، اهلا. يا لا طبعا بالمناسبه استاذ منهل مدرسني الله يخليك، انت الاحسن عيني، شكرا جزيلا. اشكرك والله، احنا نفتخر بيك استاذ، يعني الله يبارك فيك. انا اللي افتخر بكم عيني، افتخر بكم جميعا، يحفظك ربي. السلام عليكم اخواني الاعزاء، دكتور قيس من الموصل. اهلا دكتورنا العزيز، شلونكم عيوني؟ زينين ان شاء الله. الله يخليك، انا سلمى حبيب. تحيه تقدير واعجاب بهاي المنصه الرائعه والاخوه الضيوف والحاضرين جميعا. الله يخليك، الله يخليك يا انا دكتور كاظم، اشوفك بخير ان شاء الله. حبيبي استاذنا العزيز انت. الله يسلمك. اليوم الامور تمام كلها؟ ما دام انت موجود دكتور كلها تمام. انت عمي المتالق الانيق المتميز. مرحبا دكتور قلبي، شلونك؟ مرحبا استاذ ملهل، شلونك؟ صحة حبيبي، اسال عنك انت، شلونك؟ البارحة ان شاء الله كنت بخير، متالق. يحفظك ربي، انت حبيبي. انت المتالق قلبي، تسلم لي. ربي يحفظك. تحياتنا استاذ منهل. الله يحفظك دكتور قيس من الموصل، يحفظ الجميع، اشكركم جميعا، ارحب بكم كلكم. استاذ هادي عيني، عيني دكتور كاظم حبيبي، جاهز انت. حتى نبدا لانه المحاضره ايه؟ طويله وعنده اي جاهزين؟ جاهزين؟ جاهز، انا جاهز. يلا يلا اوكي، ابدا ان شاء الله. عندنا البث المباشر اي خش، وسجلنا حتى نبلش بالمحاضره ان شاء الله. تفضل دكتور. افتح المايك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في منصة كلية الفنون الجميلة جامعة القادسية. مرحبا بالأستاذ منهل دباغ، مرحبا بالأستاذ المساعد الدكتور جبار خماط، مرحبا بالحضور جميعا اليوم، و برعاية السيد رئيس جامعة القادسية الأستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري المحترم، تقيم كلية الفنون الجميلة ندوة، أو اليوم الثاني لندوة بعنوان نجيب يونس سيرة وتحليل، يقدمها الأستاذ الفنان منهل دباق، ويدير هذه الندوة الدكتور جبار خماط من كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد. ستكون إدارة هذه المنصة للأستاذ الفنان هادي النجار رئيس الجمعية العراقية للتصوير. دكتور جبار، إذا كنت مستعد. دكتور جبار فقدناه دكتور كاظم، فحضرتك تستمر بالتقديم دكتور كاظم. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ هادي. أستاذ منهل، أرجو التفضل باستكمال اليوم الثاني لندوتنا حول الفنان الكبير والرائد والمعلم نجيب يونس. تفضل أستاذ منهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. دكتور منهل الصوت بداية أشكر الدكتور كاظم. الآن أوضح؟ لا الصوت دي قطع. إذا لا. إذا حضرتك توخر الفيديو حتى يكون عندك أقوى الصوت، لأنه حتى يكون النت جزء ضعيف عندك. إذا توقف بس الفيديو دكتور. دقيقة نص دقيقة بس أرتب هذه الشغلة. عيني دكتور هسه أحسن الصوت؟ الصوت واضح. نعم هسه أحسن؟ نعم واضح. الصوت واضح جدا واضح. دكتور ابتداء الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور كاظم الجبوري رئيس جامعة القادسية والمحترم ولحضرتك دكتور كاظم النوير راعي هذه المنصة المعرفية الرائعة، وللشكر موصول للحضور جميعا وللدكتور جبار خماط مقدم هذه المحاضرة. استكمالا لما عرض أمس في موضوع أو ضمن موضوعات الفنان نجيب يونس، نستكمل اليوم باقي الأعمال التي أدرجت ضمن هذه المحاضرة، فلنبدأ إن شاء الله. السلايد وضح دكتور؟ لا بعد ما ظهر عندنا. شير سكرين. نعم الآن ظهر عندنا. الآن ظهر. نعم هذه نعم كنت أؤكد في ليلة يعني أمس في معرض الحديث عن خصائص الفنية لنجيب يونس أن الفنان يسعى دائما إلى تحويل عناصر اللوحة إلى حركة دائمة، ويؤكد دائما على ملامسة العمق اللوني والشكلي في عمله الفني وصولا إلى تكوين متزن تماما مع الوضوح الى في اعماله الفنيه. استاذ منهل لا تسمح اللوحه التي على اليمين. استاذ منهل عندك مشكله بالصوت، صوتك تقطع. نعم نعم دكتور منهل بس الفيديو ألغي المايك وأفتح مثل البارحة. بس الفيديو بس الفيديو وقفه مالتك. اتكلم من الموبايل واترك جهاز الحاسوب للعرض فقط. اغلق المايك والصوت بالحاسبة
وتكلم من خلال الموبايل افضل. نعم. لا هو نعم. بس يوقف الفيديو دكتور، بس الفيديو مالته يوقفه ما يقدر يتكلم بس الفيديو. بالمايك بس لا يقدر، بس هو قاعد يشتغل الفيديو. هي الفيديو هاي الشاشه واحد دكتور، والفيديو مالته واحد بس الكاميرا يطفيها مالت اللابتوب. ها اوكي، اي بس يطفي الكاميرا مال هذا هو. نعم نعم. هسه يعني منها فقط صوت من حضرتك، يعني لا تفتح كاميرا. هسه مطفيه الكاميرا، هذا هو صحيح. نعم الان صحيح، ماكو الكاميرا. تفضل تفضل دكتور. نعم، هنا يعني لاحظ في هذه الصوره عنوانها طبعا عازف الربابه يستمر في بث مشهده القروي في خلفية اللوحة، ويركز على الجانب الإنساني عبر هذا العازف، عازف الربابة، ولا ينسى أبداً أن يحرك مفرداته عبر التوصيف الخطي كما يعني أكدت عليه أمس عبر الشرح والتحليل لأعماله السابقة، وخاصة التي يكثر فيها الأشخاص والكتل. اللوحة الأخرى التي بجانبها لوحة اسمها بائعة البط، وكما أيضا قلت أن اللون الأبيض يلعب دورا مهما ومتحركا في أعماله. هنا طبعا يؤسفني أن التصوير نقلا عن صورة وليس عن اللوحة الأصلية، في حين أن اللوحة الأصلية يعني أكيد تختلف تماما في حساسية اللون. المشهد أمامي، مشهد اللوحة أمامي، ولكنه أظهر لنا كتلتين بشكل دائري، هما أو هاتان الكتلتان الدائريتان تحركان جوانب اللوحة، هي التي تعطينا مدخل إلى الشكل. طبعا هذا الكلام هو كلام هم نجيب يونس نفسه بكراتي. وهذا منهج يعني أن ينسخ غير واضح. أستاذ منهج حبيبي، نعم أنا أفضل أنه تتكلم من خلال الموبايل، خاصة إذا كان بنت من الشبكة. بينت بينت طبعا. هسه احول حول واترك الحاسبه فقط للعرض، لانه صوتك تقطع ما نفهم شيء من عندك. صاد منهل، استاذ منهل اختفى صوته تماما.
دكتور هو دير بطوية، دير بطوية التليفون، النت دير بطاعة التليفون. حسب ما تقول الست مائدة أن النت في الموصل ضعيف جدا. أنا أشوف لو يستمر دكتور، لأن نفس الشيء كذا أعتقد نفس المشكلة راح تكون عنده. الأستاذ منهل لو ترجع على الآلية الأولى، يعني شلون كنت تبث، ترجع على الحاسبة. لا، البارحة كان الإجراء أنه الكلام يكون من خلال الموبايل والعرض يكون من خلال اللابتوب. أفضل. يبدو ما قاعد يتوفق بهذا الشيء دكتور. لا هو يعني النت مو فقط بالموصل، هو الآن يبث مو من الموصل يعني. ايه وهذا سلو، لو يرجع انا اقترح يبث شلون الجاليري، يبث اللوحات حتى بدون تعليق وبعدين نفتح حوار حول اللوحات، تصير حيويه اكثر. بس الان تخرج من المنصه دكتور، حتى لو اتصل بيه تليفون ونقول له فقط اعرض، يعني حتى يستثمر النت ويحقق عرض للوحات. دكتور جبار ممكن يعني تغطي هذا الوقت؟ واني يعني يعني لفت نظري باللوحات. فعلا انا ردت اساله للاستاذ منهل، لكن يبدو هذا الخلل الفني اللي يعاني من عند الاستاذ منهل اللي استثمره بحوار او بوجهه نظر. انا لفت نظري بلوحات استاذ نجيب يونس هو تمركز المراه، يعني المراه هو اكو شيء بتكوين العمل الفني يسموه الموتيف. الموتيف هو العلامة الأساسية التي تفعل الشكل داخل متن اللوحة أو متن النص. فأنا أعتقد أن اللوحات اللي استعرضها من البارحة وأيضا اليوم، يعني بائعة الباط والذي بجوارها واللوحة الأخيرة، يوجد تمركز للمرأة، إما المرأة في الباكغراوند أو المرأة في مقدمة اللوحة، وهذا يعطي إشارة بأن هنالك توازن جندري، يعني هنالك بعد جندري في اللوحة أو في النص البصري لدى نجيب يونس، بمعنى أنه يهتم بحضور المرأة كعنصر باث جمالي في متن اللوحة أولا، وعنصر يوازن وجود الرجل داخل اللوحة. فلو مثلا اللوحة الأخيرة يعني اللي عرضها، نجد أن المرأة بائعة البط في مقدمة اللوحة وتوجد الإمرأة أيضا في الخلفية، وأيضا اللوحة التي بجوارها كان في فيجرات يعني أشخاص من الرجال وإمرأة في العمق في تقريبا في يمين اللوحة تنظر وبنظرة واضحة هي تحرك الشكل. بعد جمالي لا، إنما هنالك أعتقد هنالك بث فكري من وراء النص، يعني البنية العميقة للنص تحققها المرأة أكثر مما يحقق الرجل، أو
بقراءة أخرى أن المرأة شريك مع الرجل في إنتاج البعد السلوكي داخل اللوحة، وهذا أعتقد يعطي يعني فاعلية وإيقاع داخل اللوحة. فلو كانت اللوحة توجد هيمنة ذكورية في مستوى الشكل لارتبكت البعد الإرسالي مع المتلقي، لأن احنا المتلقي لا نقول فقط الرجال، إنما رجال ونساء بمعنى تنوع في التلقي. لابد أن يجعل في متن اللوحة تنوع في الاشتغال الأنثوي والذكر. دكتور جبار، وبالتالي دكتور أنا جبار. أعتقد رجع إن شاء الله رجع. نعم نعم يا الله يا الله إن شاء الله. هذا يا رب تسأله بس هو يبدو يعني الآن رجع تمام. أسأل شوفوا اللوحة بارك. شوفوا المرأة الآن بالعمق كلها رجال، توجد امرأة في عمق اللوحة بلوحة الربابة. شوف المرأة شلون تنظر، تسرق عين الناظر. وكذلك في هذه اللوحة الموجودة توجد امرأة في العمق، وهذا يعطي تساؤل كبير في اشتغال اللوحة لدى نجيب يونس. ولو نعم. استعرضنا اللوحات هو هذا الاشتغال دكتور هو هذا الاشتغال هو تفضل استاذ منها. عفواً، هو هذا الاشتغال اللي تفضلت به حضرتك هو معادل موضوعي، معادل موضوعي إنساني. نعم نعم. أنا قلت تفعيل جندري، وهذا نعم. يحسب للأستاذ نجيب يعني صحيح. هو له الأسبقية في صحيح. إنتاج خطاب جندري داخل اللوحة، يعني لا تمييز بين الرجل والمرأة، إنما بالضبط. كلاهما يصنعان متن الشكل. نعم، متن الشكل وكلاهما يصنعان الحياة، هكذا يعني يركز نعم. عليه. أنا أتكلم نص بصري، طبعاً نعم. يصنعان الحياة. نعم، نعم. تفضل أستاذ من. نعم، عمل آخر، عمل آخر سوف يعني يعرض في أكثر من حالة هذا الموضوع، اسمه بائعات الخبز. هذا العمل هو يعني يندرج ضمن الحالة التعبيرية التي يحاول الفنان أن يضعها دائماً كبصمة في لوحاته، يعالج فيها الموضوعات بلون حر طليق. وكما قلت البارحة أن اللون الأصفر المشع يلعب دوراً أساسياً في معظم أعماله، وهو الذي يحرك اللوحة. هنا يظهر اللون الأصفر على السلال فوق رؤوس الامرأتين اللتان تظهران في مقدمة اللوحة. ولا ننسى أيضا نفس الفاعلية المتحركة لجذوع الأشجار والأغصان في خلفية اللوحة. وكلها كل هذه الاشتغالات كان يقول عنها أنها يعني اشتغلها أو عمل عليها بنفس الأهمية. نلاحظ أن كل المساحات المؤشرة الآن، هذه المساحات المؤشرة والتي هي خلفية للوحة، كانت بأهمية وبلغت من الأهمية بنفس الأهمية التي وقعت للفتاة في مقدمة اللوحة. وهكذا يكتمل المشهد بين البيئة عبر البناء الذي يمثل البيئة المحلية وطبيعة الموضوع الذي يطرحه الفنان. من خلال اهتمامه بالرسم الشخوص والبورتريت ومعرفته الدقيقة في هذا الجانب، الصورة الجانبية هي لوجه فتاة كان يهتم زينب كان يهتم كصوت كان يهتم أيضا في إبراز هذا الجانب وإظهار الجانب الجمالي للمرأة الريفية أو للفتاة الريفية في أعمار مبكرة. كان يعتبرها نظرة دائما مشعة ذات طاقة إيجابية تمنح الحياة وهجها ونورانيتها. سلايد آخر للوحة كبيرة
يمثل هذا الموضوع موضوعا دينيا للطائفة الأيزيدية. اسم اللوحة استقبال السنجق، والسنجق هو يعني دمية أو حيوان، دمية مصنوعة من المعدن يأتي بها رجال الدين الأيزيديين من منطقة اسمها بحزاني إلى منطقة أخرى في بحشيقة، ويستقبلها الناس بهذا الاهتمام أو بهذا الطقس الديني المهم. طبعاً هو يشاهد هذا المشهد ويعني يشاهده أمامه ويحلل المشهد عبر هذا التأثير البيئي لطبيعة المنطقة من جبلين، ويبدأ بصياغة إنشاءاته واشتغالاته على هذا المنوال. كما أكدت البارحة من خلال الحديث أن مجاميع الشخوص التي يرسمها والمجاميع الإنسانية يعني يكون لها نصيب كبير في لوحاته. هنا يعني نلاحظ أن هذه المجموعة مثلاً والتي تقع يمين اللوحة، ومجموعة أخرى تقع يسار اللوحة، مجموعة أمامية ومجموعة أخرى تسقط تحت مستوى النظر، كلها مترابطة مع بعض في حلقة أشبه بالحلقة الدائرية. وهذا يعني اشتغال نجيب يونس على موضوع الحركة في اللوحة، رغم سكونية الموضوع وخشوع الحالة عند استقبال أو عند ممارسة هذا الطقس الديني. طبعاً هذه اللوحة كبيرة بمساحة 190 سنتيمتر في 170 سنتيمتر، والملاحظ هنا استخدامه للطبيعة بشكل مدروس جداً، وأيضاً البيئة البنيان الديني الذي في يعني يوجد في هذا المثلث في الزاوية اليسرى من اللوحة. طبعاً كما تفضل الدكتور جبار، وجوه النساء التي تقع في مقدمة اللوحة وهي معادل موضوعي لموضوعاته، يعني يجعلها دائماً تأخذ هذا الجانب المهم ويرسمها بأبهى حالاتها وبأجمل صورة. اللون الأبيض الذي يحرك الموضوع، وهو اللون الذي يرتديه أبناء هذه الطائفة في طقوسهم الدينية، وسوف نأتي طبعا إلى تفاصيل هذا اللون في أعمال أخرى. استكمالا لموضوع الدبكة اليزيدية، العفو الدبكات الشعبية وتحديدا الطائفة اليزيدية في أفراحهم، نلاحظ هذا المشهد. وأكرر أن القوس هو المعيار الأساس لإنشاء هذه اللوحة لكي يعزز لنا الحركة. في هذه اللوحة، وكان يعني يقول لي، حاول أن يلغي أو يزيح جذوع الأشجار ويعطي رفع الأيادي أو يضع الأيادي بديلاً عنها، ونلاحظ أن الأيادي هي التي تعوض أو تعطي بديلاً لفعل جذوع الأشجار التي يضعها دائماً في أعماله. لا ننسى أيضاً استخدامه للألوان الحارة كما قلت، ولتحديداً اللون الأصفر الذي يتوهج دائماً في أرضية اللوحات التي تؤكد على الحركة دائماً.
نلاحظ أن زاوية اللوحة هنا أيضا أيادي متشابكة وهي بمثابة سيقان أو جذوع للأشجار، وهي يعني ليست ساقطة إنما هي متقدمة. كان يقول أن هذه الأيادي طبعا وضعها يعني كمعالجة موضوعية لدفع هذا الفجر، لدفع هذا الفكر ومنعه أو تجنباً لأن يسقط إلى جانب اللوحة، في حين أن اليد الأخرى وضعت هنا بشكل عمودي بحيث تتوازن مع جانب اللوحة أو حافة اللوحة. أيضاً ضمن اللوحات الأخرى هي دبكة شعبية، وهنا الدبكة عبارة عن نصف حلقة أو نصف دائرة زائداً دائرة كاملة. في مجملها تشكل هذه أو يشكل شكل الدبكة عقدة، وهذه العقدة هي عقدة فرح، يعني كما تربط يربط خيط أو يربط شريط الفرح، فهو بمثابة شريط الفرح ضمن أشرطة الفرح المعتادة، صاغها بهذا الشكل. طبعا استخدام المنظور مهم جدا، وهو يعتمد دائما المنظور من عين الطائر، وهذا يعني ليس بالأمر الهين، ويعالجه أيضا بمنظور أشبه بالأمامي من خلال جذوع الأشجار التي يضعها بشكل أمامي، بحيث لا يتأثر المشهد بهذه الحدود. دكتور جبار يعني نبهني البارحة إلى موضوع كنا نتحدث عنه، عن التوتر الدرامي المصاحب دائماً لأعماله، ويعني كنت أقول بأن التوتر الذي يحدثه الفنان في لوحاته هو مجموعة من الكتل البشرية التي تتحاور فيما بينها بوضعيات مختلفة، مما يوجد طبعا هذا يعني هذه المحاورة توجد نقاط من الالتقاء والاختلاف يعززها الفنان بمعالجات إنشائية عبر مجموع خطوطه الواضحة أو الوهمية، وبذلك يحس المشاهد أن هناك توترا بين الكتل ولكنها منسجمة تماما في بعدها الفني، وهذا ما نلاحظه مثلا كما لاحظنا في لوحة مقبرة وعيد، وسوف نأتي إلى لوحة أخرى اسمها حطابات وأبقار وعربة ومطر وإعادة بناء سور نينوى، وهذه اللوحة أيضا التي هي دبكة شعبية. لوحة أخرى من البيئة الموصلية رسمت مؤخرا طبعا عام 2000 لطفلة تلعب لعبة شعبية يحيط بها مجموعة من الأطفال، مع الاستخدام الأمثل لطبيعة البنيان أو البناء في بيوتات المحلية التي تتميز بها المحلات القديمة في مدينة الموصل. هذا موضوع أيضاً للخبازة والذي تكرر كثيراً في أكثر من لوحة، رسم بحدود 11 لوحة لهذا الموضوع. هنا عرض 4 لوحات أو 3 لوحات مختلفة ضمن قياسات مختلفة ووضعيات وموضوعات مختلفة، ولكن في عمومها تعالج البعد اللوني والخطي الذي يحاول الفنان أن يعني يشتغل عليه أو يعمل عليه في هذا الجانب. لوحة أخرى إلى جهة اليسار، البيئة القروية عبر وجهين لفتاتين في وضعية مبتسمة، مع خطوط للخيام
التي يستخدمونها فرحين بهذه الحياة الريفية السعيدة. وهنا جزء من الغنم أجلكم الله الذي يعني يتعايش مع طبيعة هذه البيئة. اللوحة الأخرى هي داخل بيت موصلي وهي إنشاء داخلي. اهتم الفنان كثيرا هنا بإبراز التفاصيل الشبابيك التي كانت تستخدم في البناء الموصلي، زائدا زير الماء الذي يملأ بالماء لأجل تبريده وتنقيته من الشوائب. طبعا في هذه الفترة لم يكن يعني الماء يأتي عبر إسالة الماء المعتادة، يأتوا به يعني يأتون به من النهر، وبهذا يعني لابد من تنقيته مع الدجاج الموجود في أسفل اللوحة والفتاة يعني تحتضن طفلها في هذا المثلث من اللوحة. نلاحظ هنا وهو يعني كان يؤكد عليه دائما أن الظلال الموجودة في عمق اللوحة تبلغ من الأهمية المتشابكة والمبعثرة هنا في معادل موضوعي لحركة الدجاج. وهنا أراد أن يحرك، وهذه خاصية يتمتع بها يعني بها الفنان نجيب يونس عبر خبرته الثرة في أن يتمكن من أدواته الفنية فيعالج موضوعاته بهذا الشكل، ويقتحم خلفية اللوحة بهذه الفوضى المتراكبة والمبعثرة من الخطوط ويعالجها أو يعادلها بالكتل البيضاء التي تتمثل بالدجاج. وطبعا هذه الكتل البيضاء تختلف في اتجاهاتها الإنشائية مما يعزز فعل الحركة وكذلك فعل حركة الإمرأة التي تتوسط اللوحة. هنا يعني في هذه اللوحة لا يوجد كما هو معتاد في الإنشاءات التقليدية مركز للوحة، وتبدأ يعني نقطة الإشعاع من هذا المركز وتتجه إلى باقي أنحاء اللوحة. لا، هنا اللوحة جميعها متحركة وفيها مدخل، هذا المدخل ومن خلاله ومن خلال هذا الخط يستطيع أو تستطيع العين التجول أو التجوال في باقي أجزاء اللوحة. موضوع آخر، هذا رسم سنة 64 طبعا موضوع إنساني لأم تحمل طفلها بالألوان المائية. وهو يعني كان سكيتش ولكن لم يرسمه يعني بالألوان الزيتية، اكتفى بهذا. قال لي مرة اكتفى بهذا التعبير، ويبدو أن التعبير لديه كما قال هو لم يستطع أو لم يكتمل لو اشتغل عليه اللون الزيتي، لأنه أراد أن تكون اللمسة حرة طليقة شفافة باستخدامه لهذا النمط من الألوان المائية. طبعا أنا لا في لوحاتي. هذه اللوحة وجه فتاة أيضا حاملة الخبز، لا يوجد صوت، فقدنا الاتصال يا دكتور جبار. نعم، يبدو هذا بسبب النت أستاذ هادي.
النت عندهم كلش مو زين، بس هو زين الصوت. خلنا ننتظر شوية لعله يدخل مرة أخرى. ما أنا جذبني بهذه اللوحة اللي بيها لوحة الدجاج والمرأة، أكو مبدأ مبدأ اتصالي داخل الشكل الفني. طبعا هو فعلا مثل ما قال أستاذ منهل، هنالك حياة درامية داخل النص البصري في لوحة نجيب يونس، وأنا أفسره بطريقة أخرى. يعني احنا عندنا في البناء الدرامي سواء داخل على خشبة المسرح او حتى في النص، عندنا مبدأ حتى يعمل ايقاع بصري سمعي حركي، لازم المخرج الحاذق او الكاتب الحاذق يستطيع رجع ان شاء الله. اوكي، الآن لما زال الصوت مختفي إن شاء الله وصل الصوت. جيد جيد وصل. تفضل بعدين نعم. نكمل الفكرة أريد أتكلم عنها. نعم نعم تفضل. نعم. نعم. منهل نعم. نعم، هذه لوحة لأحد القصور الموجودة في مدينة الموصل. هدم هذا القصر. الحقيقة كان عندي صورة فوتوغرافية للقصر ولكن وصلتني متأخرا. هدم في مدينة الموصل. يذهب يعني كان هدم العفو صار منهل إلى هذا هدم بسبب داعش لو يعني شنو كيف هدم؟ هدم من القدم. آه أوكي ماشي تمام. سقط من القدم. نعم نعم. قبل دخول داعش، ولكنه كان يذهب دائما ويرسمه، وهذه كانت يعني اللوحة التي رمي بهذا الخط المائل للأعمدة. الأعمدة لو كانت بهذا الخط لسقط السقف العلوي، ولكنه أراد أن يضيف بعدا تعبيريا، وكان يعني اشتغل على هذا الموضوع بهذا القاسي للمزيد من. وفي جانب وضع هؤلاء الأشخاص ايضا ذهب الصوت. سعد منهل افتح المايك. دكتور الان يصلك الصوت؟ نعم اي نعم اكو صوت. تفضل. الصوت موجود اعتقد، لكن العرض فتحت المايك يعني ما في له. الصوت واضح استاذ منهل. فقط اعمل شير على اللوحات يعني. نعم، خلينا نعم. نشوف سوي. نعم فارجع واقول ان المعادل الموضوعي لهذه الدائرة مع أعطت هذه بعدا. جماليا يعني استاذ منهل عندك العرض توقف، وأنا أفضل أنه يعني يكون كلامك من خلال الموبايل لأنه عندك مشكلة بالنت. إذا تسمعني دكتور، المشكلة أنه الموبايل ما يقبل.
ليش ما يقبل؟ ما يقبل الموبايل يا ريت. اعطيني بيرميشن دكتور. انا افعل المايك يمي. والمايك ما أزن، ما عندك مشكلة بالمايك، عندك مشكلة فقط بالعرض. لنسمعك جيدا. يبدو يعني التوفيق ما بين الصورة والصوت يبدو عنده مشكلة أستاذ من. اي اوكي ماشي زين. هذا منين من المايك هذا؟ يلا ماشي هسه الصوت مسموع. دكتور قيس إبراهيم لاحقا لو سمحت ستكون اول المتحدثين. ممنون ممنون منك، اشكرك. تفضل. الله يبارك فيك. شكرا شكرا جزيلا. نحن بدنا نرجع للمحاضره الماضيه الان. خليني اتقدم دكتور استاذ منهل. بعد يحتاج شوية تتقدم لأنه هذه هاي هاي رجعنا للمحاضرة الأولى. هذه الآن هاي بايع الطيارات والفرارات هاي موجودة. هاي دكتور نفس ال... نعم 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 هذه آخر لوحة. نعم نعم هنا نعم. يعني في هذه اللوحة هذه آخر هاي ما تحدثنا عنها. نعم هذه اللوحة اللي على اليسار هي غازينو في شمال العراق اسمها لاعبو الورق. طبعا شخوص هذه اللوحة في وضعية جلوس ولكن يعزز الفنان حركة الجلوس عبر مجموعة من الخطوط اللي أشرها في اللوحة من جذوع الأشجار والتحريك اللوني الذي يحرك اللوحة عبر هذه الدائرة. ولا ينسى أبدا وجود الطبيعة البنائية التي يتميز بها البناء في شمال العراق زائدا هذا الجهاز أو السماور الذي يعني يصنعون ويطبخون فيه الشاي. هذا يمزج هذه اللوحة قياسة 90 في 90 سنتيمتر. دكتور تسمعني؟ مشكلة. نعم نعم سمعك. صوت واضح؟ نعم واضح. هذه اللوحة دكتور والسادة المتابعين قياسها 90 في 90 سنتيمتر. طبعا لوحة كبيرة وهي رسم حي لأحد أبناء أو شيوخ الطائفة الأيزيدية من رجال الدين. طلب الفنان من هذا الرجل الدين أن يجلس لكي يعني يرسمه كموديل أو كبورتريت، وفعلا رسمه ولكن أضاف إليه موضوع الدبكة. طبعا اللوحة غاية في الدقة وخاصة العيون الوجه الإشعاع الذي نلاحظه على محياه كان له تأثير
الحقيقة كبير في نفس الفنان أبدع كثيرا في رسم هذه اللوحة. عمل آخر إلى جهة اليسار، وهذا كان يعتبره يعني عملا مجزأ في عدة لوحات، مشاهد مختلفة. المشهد الأول وهي داخل لوحة واحدة، كما قلت هي مشكلة يحاول دائما أن يعالجها. هنا نلاحظ في عمق اللوحة مشهد منفصل لطبيعة موصلية ضمن هذا البناء الموصلي، ويجاورها أيضا نفس هذا البناء ولكن في الأمام وضع كتلتين جانبيتين تمثلان فتاتان تبيعان الخبز. هذه الحركة كان هو يعني يؤكد أن هذه الحركة عبر هذا الخط من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى وهذا اللون وصولا إلى هذا عمق اللوحة، هذا الخط المائل، ويتعامد هذا الخط مع هذا اللون البنفسجي هنا، الحد البنفسجي بين هذين الكتلتين. هنا يعني سر توازن هذا العمل في رأيي طبعا، ويعزز ذلك هذا المجلس البعيد من الأشخاص الذين يعني يتناولون الشاي. وكان يقول لا تجد علاقة درامية بين النساء في مقدمة اللوحة وتلك المرأة التي ترتدي الأحمر وأيضا نعم. بائعة خبز نعم. والنظرة الأفقية باتجاهن، يعني يوجد فعل اتصالي أكيد. ومعنى أكيد. يعني تشوف الاتجاه الرأس باتجاه الفتاتين الموجودتين في أعلى في مقدمة اللوحة. هاي هذا اللي أقصد الجانب الدرامي الجانب الدرامي بالضبط أو الحوارات الدرامية فعل. يعني أكو يعني هذا الفيربل والانفيربل هسه نعم. هذا ما في حوار يعني لفظي، لكن اللو يعني غير لفظي لكنه يحقق ذلك الفعل الدرامي المضمر بالضبط. في الصورة نعم. أو في نعم. اللوحة نعم في رائع نعم. اللوحة الأخرى هي لوحة اسمها عروس وشباك، فيها جانب زخرفي للزخرفة بالحديد القديم الذي كان يستخدم في شبابيك الموصل القديمة وفي الشبابيك الأخرى في مناطق أخرى أيضا من العراق. وأمام هذا الشباك فتاة ترتدي لباس العروس أو طرحة العروس باللون الأبيض كما هو واضح. رغم التشابك اللوني والاهتمام اللوني بهذه الزخرفة المعقدة للشباك، إلا أننا نلاحظ سيطرة هذا الشكل، وهو طبعا ضمن الإنشاء هو على شكل قاعدة أو مثلث، إلا أنه استطاع بمعرفته أن يحرك هذا الشكل عبر منظومة لونية باللون الأبيض هنا، وعزز اللون الأبيض بحافة هذا الشباك، وأضاف الألوان الأخرى المتممة في خلفية اللوحة. لم ينسى أبداً أن يضع لنا ألواناً حارة أو غريبة في عمق اللون الأسود لهذا المشهد. لوحة أخرى اسمها ساقيات الماء، وأيضاً تمثل هذه اللوحة مجموعة من النساء من الطائفة الأيزيدية، وهن يحملن هذه القوارير أو الأواني من الماء، وهو مشهد مألوف لهذه للحياة اليومية في هذه المنطقة. يزخرف الملابس ويقابل هذه الزخرفة بلمسات عريضة، أحيان تكون بيضاء
وأحيان أخرى يترك بياض الخامة التي يرسم عليها ولا يضع عليها لون، كما هو واضح، كما هو واضح هنا في هذا في هذا البناء الديني لهذه الطائفة. يتعمد أن لا يضع لمساته هنا. وضمن البعد الإنشائي أيضاً نلاحظ كيف يكون اللون الأبيض متحركاً في كل أجزاء اللوحة، ومع استخدام الأرض المتحركة، يسميها الأرض المتحركة بلمساته العريضة. جانب آخر للوحة أخرى للسوق مرسومة بأسلوب تعبيري نلاحظ فيه، طبعاً يعني فاتني أن أقول أن الفنان نجيب يونس لم ينتمي إطلاقاً إلى أي مدرسة، هو يعتبر أن المدارس الفنية كلها أشبه بحديقة ويقطف منها أزهاره كيفما يشاء، فلا يتحدد هو بمدرسة محددة ويرسم ما يشاء ضمن منظومته الفكرية والتقنية التي يتعامل معها. هذا المشهد هو واقعي ولكن صاغه بخطوط تعبيرية قاسية، عزز فعل حركة السوق وضجته وصخبه والزحم، الزخم اللي موجود فيه عبر هذه الأشكال. لا ينسى طبعا ولا ننسى أن يعني الأشكال التي تقع في مقدمة اللوحة تبلغ من الأهمية كما تبلغ الأشكال الأخرى التي تقع في عمق اللوحة بذات الأهمية، وهذا يعني أمر ليس بالسهل، لكنه يتعامل بمعالجة إنشائية عبر الخط واللون ويحقق ما يسبو إليه. لوحة تسجيلية أخرى اسمها فجرية العيد لأطفال، يظهر فيها أيضا الزخرفة في البناء الموصلي التقليدي ضمن البيوتات القديمة، وأطفال يحملون هذه الفرارات الورقية أو الأشكال الورقية التي ترتطم مع الطبول الصغيرة فرحين بهذا اليوم. هذه مع الأسف في هذا الوجه في ريفليكشن أيضا، لأن نقلا عن لوحة يعني عن صورة، نلاحظ أن هذه الكتلة المشعة من الأشكال الفرارات الأطفال التي ترتطم بالهواء وتحدث حركة، يريد هنا أن يحدث حركة، وإن رسمها بشكل جامد ولكنها متحركة، يتلاعب بالألوان وبخاصية هذه يعني هذا الشكل عبر اللون الأبيض أو بقع اللون الأبيض الموزعة في أجزاء اللوحة، والتي تتعامل أو تحقق معادلة موضوعية مع اللون الأبيض الذي يرتديه هذا الطفل لكي يعني يبيع في فجرية العيد هذه الألعاب. ولا ننسى الكتلة البشرية التي تكون في الجانب والتي تحقق أيضا توازنا موضوعيا في اللوحة. هذه لوحة لثلاث وجوه، يتمتع دائما ويشعر بسعادة عندما يرسم الأطفال وهم يعني مبتهجون بهذا الشكل، فتارة يختلس جزءا من وقته لكي ينفذ هكذا أعمال. هذه لوحة اسمها تلقيط الدجاج، وهي تستكمل اللوحة التي عرضناها سابقا. حقيقة فيها من الجانب التعبيري
أن هذا الزير الماء بالغ في نسبه بشكل واضح، لأنه في طبيعته لا يتجاوز ارتفاعه أكثر من يعني 80 إلى 70 إلى 80 سنتيمتر، في حين أنه وضعه في يعني وسط اللوحة وجعل الشخص أصغر منه، وهو بعد موضوعي كان يقول دائما أردت أن يعني أن يكون بهذا الحجم، تعبيرا عن العطاء، والماء هو العطاء في الحياة. هذا تفسيره للمبالغة في هذا الشكل وإظهاره بهذا الشكل، وأحاط هذه المفردة لكي لا يعني تكون المبالغة لها وقع كبير في نفس المشاهد، ركز على هذا القوس الموصلي الذي تمتاز به الأبنية التقليدية القديمة في الموصل. أما مقدمة اللوحة فهي مجموعة من المشكلة من الدجاج، والتي يعني كان يقول عنها ترقص فرحا لأنها تأكل أو يرمى لها من خلال هذه الفتاة الحبوب التي تلتقطها، ولا ينسى دائما الشخص المهم في اللوحة، والذي نشاهده في أغلب لوحاته يتخذ جانبا من اللوحة ومحاط بالأطفال، وهو تعبير مباشر عن الحياة. رسمت هذه اللوحة طبعا عام 2001 قبل أن ينتهي نهائيا من عمله، وتكون يعني كانت حالته الصحية لا تمكنه من أن ينجز أعمالا أخرى. يعني هذا آخر عمل أنجز؟ لا، هذا ليس آخر عمل نجيب. لا، آخر أعمال في 2002، هذا عمل 2001. نعم، هذا عمل آخر اسمه مساومة عند باب القرية. هنا يعني نلاحظ أيضاً الكتلة الدائرية وأهميتها، وهي تغطي هذه الكتلة جزءاً من مركز الموضوع، والذي هو يعني هذه المساومة على بيع الدجاج والبيض في مدخل القرية. ولا ينسى أبداً المشهد الآخر الذي طبعاً هو يجمع المشاهد يعني بحرفية متقنة، المشهد الخلفي والذي يمثل مجموعة الأشخاص الذين يعملون كمحرك لمقدمة اللوحة. هنا اللوحة الأخرى، أنا طبعا أحاول أن على عجالة أن أعرض، لأن لدي بعد يعني أعمال أخرى. هنا أيضا لوحة أخرى عنوانها الديك على النفايات، وهو موضوع تعبيري أراد فيه أن يظهر ذات الأهمية التي يظهرها في موضوعاته في الجانب الإنشائي والتعبيري. هذه لوحة أخرى أيضا بمساحة كبيرة، وهي تمثل أيضا جانبا من مشاهد لقرى الموصل القريبة من مدينة الموصل، وهنا ربط بين فعل يعني الأشخاص المتواجدين في القرى عندما ينزلون إلى المدينة ليبيعون ما يتمكنون من بيعه من دجاج أو بط أو بيض وما إلى آخره. يشكل هذا المشهد أيضا بعدا إدراميا في أسلوب معالجته باللون الأبيض واللون الأصفر، معززا بالكتل الجصية التي تشهد بها خلفية اللوحة. هذا موضوع لدبكة أيضا شعبية. كما لاحظنا في لوحة سابقة، كما قلت، هناك شريط فرح عالجه الفنان. طبعا هذه اللوحة مائية،
هذا الشريط هنا انقلب إلى دائرة أو قوس يحتضن دائرة وسطية ويعني يربط بينهما شكل لفتاة في يعني في أقصى أنواع حركة الدبكة والتي يعتبرها جزءا أو محركا رئيسيا لأعماله. وهنا تعمد تقطيع المساحة كما نلاحظ إلى مساحات هندسية عبر فيها عن الزراعة وعالجها عبر الخطوط العمودية لجذوع الأشجار. اللوحة الجانبية لفتاة وأبيها في يعني عمل إنساني يحاول دائما أن يظهر هذا التآلف والمحبة بين الأب وابنته. هذا موضوع شعبي اسمه يعني حمالة العروس أو أغراض العروس عندما يذهبون بها إلى البيت. ونلاحظ هنا أن وسط اللوحة أيضا يتمتع بالحركة، وهذا الإصرار على التقدم يقابله أيضا حركة لمن يرفع هذه الراية معززة بشكل مثلث ولكنه يتحرك عبر هذه القوائم، وتدفعه أيضا هذه الأشكال المستطيلة المائلة. ولا ننسى أيضا خلفية المشهد البنيوي والذي تتمتع به أبنية الموصل القديمة. طبعا هذه المواضيع الشعبية الحقيقة هي بدأت من مرسم الجامعة وبيت الفن كما قلت، وهي طبعا كانت ضمن خطة لاشتغل عليها يعني الفنانين الثلاثة ل يعني توظيف هذا الموضوع أو هذه المواضيع الشعبية وتثبيتها، وعرضت أغلبها أو كانت معروضة في متحف الجامعة قبل أن تتلف. هذه اللوحة ضمن مقتنيات متحف جامعة الموصل، وهي تمثل مشهد للطهور للأطفال، ورسمت هذه اللوحة عام 1975. ومن منذ ذلك الحين نلاحظ الحركة وتقابل الحركات ونفس الكلام الذي طبعا ذكرناه في لوحات سابقة. ونلاحظ هنا السرير الذي سوف يوضع عليه الطفل وهو يتجه باتجاهه إلى عمق اللوحة. هنا في هذا المشهد الإنشائي يعني تدخل العين عبر هذا المنحنى لتتجول في باقي أجزاء اللوحة وصولا إلى الموضوع الرئيسي. مشهد آخر لوحة أخرى لمقهى شعبي في مدينة الموصل، وكما أؤكد دائما طبيعة الملابس البيضاء التي تتحرك في اللوحة، وهذا يعني سر من أسراره يتعامل به وهو محبب دائما لديه. لوحة أخرى أيضا على جهة اليسار لدبكة يزيدية، وهي ضمن نفس السلسلة التي يتعامل فيها في هذا الموضوع الدبكات الشعبية. هذه لوحة بالألوان المائية لراعية الغنم أو رعاة الغنم. طبعا هو عندما يرسم بالألوان المائية لم يخطط إطلاقا، يضع الألوان مباشرة وتبدأ فرشاته في انسيابيتها بحرية وطلاقة،
ويطلق عنانه عبر هذا التوصيف. حدثتكم أمس عن موضوع الأغنام في لوحة كانت في بداياته عام 1948، وكيف أن قطيع الغنم يتحرك والأشخاص جامدون. في هذه اللوحة اسمها طبعاً القطيع في خطر أو قطيع الأغنام في خطر، مشاهد أو مشهد قلق للأغنام وهي في وضعية خوف من السقوط، مع رعب لراعية الغنم خوفا عليهم من السقوط. طبعا هذه مساحة اللوحة 110 في 130 سنتيم، ويظهر فيها هنا عنصر الاتجاه، اتجاه الأغنام. نلاحظ أن الاتجاه يتجه إلى الأسفل تعبيرا منه للسقوط، يقابله هذا اللون، هذا اللون الذي يدفع بهذه الأشكال منعا لسقوطها من قبل المشاهد. ولم ينسى إطلاقا أن يضع لنا هذا القوس الذي يحدد فعل الحركة هنا، ويعزز الحركة بمجموعة أخرى من الأقواس الملونة التي تسحب هذا القوس في معالجة إنشائية غريبة. لوحة أخرى أيضا لزير الماء مع ثلاث فتيات، وبنفس الفكرة هو يعني يرسم هذه المفردة ليس بحجمها الطبيعي، إنما يبالغ في حجمها دلالة على العطاء، وكذلك الجرار الموجودة في زاوية اللوحة. كما قلت البارحة أن نجيب يونس يعتمد على يعني في لوحاته على الناس والحركة، وقلت أن في لوحات أخرى يضيف لها الآلة التي يصنعها الإنسان بنفسه. هنا نلاحظ أن هذه الآلة وهي للغزل، غزل الصوف أو عمل خيوط الصوف، يحاول الفنان أن يجسدها بهذا الشكل ويقطعها بهذا يعني بحدود اللوحة، لم يكملها. كان يقول دائما يكفي هذا القوس أو القوس الغير مكتمل للتعريف، وفي نفس الوقت لدفع هذه الكتلة إلى يعني لكي يستقر الشكل في وسط اللوحة. أنا أقول هذا طبعا لكي يستفيد من هذا الكلام طلاب الفن الذين قيد الدراسة الآن. لوحة أخرى أيضاً لمجموعة من النسوة للطائفة اليزيدية، ونلاحظ هنا الحوار في اللوحة عبر هذا التوصيف، عبر هذه الوجوه واللون الأبيض الذي يؤطر هذه الوجوه مع اللون الأبيض الذي في وسط اللوحة. وفي معالجة أخرى طبعاً أيضاً غريبة، يتعمد أن يعني تكون الألوان الداكنة في أعلى اللوحة، وهذا يعطي ثقلاً تكوينياً على هذه الأشكال. كان يقول لو عملت على يعني إبراز هذا الجانب بشكل أقل عمقاً لفقدت الإحساس بهذا اللون الأبيض الفعال في اللوحة. هذه لوحة أيضا لبائعة أو بائعات الخبز في أمام تلة النبي يونس، ونلاحظ هنا نفس الاهتمام بذات الموضوع
الذي تحدثت عنه هنا، يعني استخدم اللون الأبيض لجذوع الأشجار وكأنها برق في السماء، أراد هنا أن يتمم هذا اللون الأبيض الذي طبعا هو خامة اللوحة، لم يضف لها أي لون من اللون الأبيض، ترك خامة اللوحة هكذا. وأيضا بعض اللمسات هنا لم يضع لمساته، إنما ترك خامة اللوحة كما هي، وهنا أيضا خامة اللوحة متروكة، يعني يعمل عليها بحرفية متقنة. اللوحة التي بجانبها تمثل مشهدا لقرى قرية من قرى الموصل، مدينة الموصل، وهو أيضا موضوع لغسالة وغسل الملابس على ضفة أو حافة النهر. أيضا أؤكد أن نفس الاهتمام الذي يضعه في جوانب اللوحة أو مقدمة اللوحة هو ذات الاهتمام أو نفس الاهتمام الذي يقع في أعلى اللوحة، لا يتوانى أبدا في أن يترك الحرية لنفسه أن يفعل هذا في معالجة إنشائية غريبة. هذه اللوحة اسمها حطابات وبقر، وهي طبعا ضمن مقتنيات الفنان الشخصية. الآن نلاحظ هذا التقسيم الذي هذا التقسيم الهندسي، زائدا التعاكس في الاتجاه، يعني الحطابات تتجه إلى يمين اللوحة في حين الأبقار تتجه إلى يسار اللوحة. هذا يعني التعاكس خلق أو أوجد جانبا استفزازيا لدى المشاهد، مما جعل جميع الكتل تكون بذات الأهمية، ولم يعني يضع لمسات يعني لمسات تفصيلية على الأشكال، إنما ترك لمساته صريحة على أشكال الأبقار وحتى على شكل النساء المتحركات إلى جهة اليمين. طبعا هذا المشهد يعني أيضا يعتمد على منظورين، منظور من الأعلى ومنظور من الجانب، وهذه الاستخدامات لأكثر من منظور يعني رأيناها في أعمال أيضا أخرى. هذه الوجوه كما قلت يرسمها دائما، وخاصة يعني الفتيات الصغيرات يحاول أن يعبر فيها عن الحياة وجمالها وعطائها بهذا الشكل. وهذه أيضا امرأة أو فلاحة من قرى شمال العراق يحرك فيها اللون الأبيض، وهي تحمل طبعا طفليها، يحرك فيها اللون الأبيض بهذا الشكل، في حين أن يضع الألوان الحارة في خلفية اللوحة ومقدمة اللوحة، الأيادي أو يد الإمرأة التي رسمها بحرفية متقنة مع العمل لهذا الفيجر في حلب الأبقار أو القيام بهذا الفعل. وجانب اللوحة يمثل البناء المتعارف عليه في هذه المنطقة. هذا عمل آخر أيضا لنفس الموضوع، الحطابات أو العودة من العمل، وهو بانورامي طبعا يعبر فيه عن الحركة. العمل الذي على جهة اليسار يمثل امرأة تحمل سلال أو سلة من الخبز مع أطفالها. طبعا هذا المشهد موجود في مدينة الموصل في أحد أحيائها، ونلاحظ هذا التواجد لمن يعني يعرف طبيعة المدينة، أن الخبز يباع
دائما على أرصفة الطرق في هذه أو الطريق في هذه المحل، بذات التوصيف طبعا الذي تكلمت عنه في لوحات أخرى، هذه اللوحة يعني بهذا الاعتبار أيضا. هذه لوحة تعبيرية لامرأة ودف كما يسميها، ويلاحظ فيها هنا ضمن الدائرة أيضا التي تكون أو المكونة لوجه الفتاة والعلاقة، هذا الجدل بين الدف والوجه والأصابع التي تتحرك على هذا الدف. يعزز هذه الأصابع بهذه الأشكال الهندسية الملونة، يعني هو لا يكترث أبداً في أن يضع هذه اللمسات المميزة، وهو ضمن الموضوع يعني نحن نعلم جميعاً من خلال الرسم التقليدي في الظل والضوء وما إلى ذلك من العلاقات الإنشائية أن نهتم بهذا الجزء في وسط اللوحة والأجزاء الأخرى تكون أقل أهمية. هو لا يتوانى أبداً في أن يضع لمسة هنا بلون حار ولمسات أخرى مهمة أيضاً تعزز هذا عبر خطوطه التي ينسجها بهذا الشكل. مشاهد أخرى أيضاً لصراع الديكة، مع الأسف هذا الرسم غير واضح ويظهر فيه أقدم مئذنة هنا في مدينة الموصل تسمى الجامع الأموي عند فتح الموصل بنيت، حاول أن يثبتها، وهي فعلا كان سابقا تقام فيه هذه يعني هذا السباق لصراع الديكة في هذه المدينة. هذه لوحة لمزاد داخل بيت من بيوتات الموصل الأثرية، وكان يقول أن عهدا قديما قد زال، وتباع أغراض هذا البيت في مزاد علني، والشخص الجالس هو الكاتب الذي يسجل، في حين أن يعني هذا الموضوع مؤلم بالنسبة لأصحاب الدار، وهو جانب إنساني حاول أن يعبر عنه. هذه لوحة أخرى لخبازة أو عاصفة وخبازة، امرأة طفلة طبعا تحمل سلة خبز أمام عاصفة قوية، وأقراص الخبز تتطاير من شدة العاصفة، وهذا التعبير الوجه التعبيري المبسط طبعا والذي يعبر عن الرعب الذي يكترث هذا المشهد. هنا ضمن مشهد الدبكة الدبكات، هذا موضوع آخر لأيضا الدبكة المعروفة عند الطائفة الأيزيدي. هذه لوحة أخرى لمشهد من شمال العراق للعبة الطاولة، ونلاحظ أيضاً الاهتمام بالحركة باللون الأبيض مع وجود جذوع وأغصان الأشجار التي تحرك هذا السكون، ولا ننسى مجموعة الخطوط أو التأكيد، أنا طبعاً هي في واقعها موجودة ولكن أقول هنا مجموعة الخطوط التي تؤلف الجانب الإنساني وتعزز من قيمة الإنشاء في اللوحة. هذه لوحة قديمة طبعاً في الستينات للقبعات التقليدية التي كانت تباع في شمال العراق، والتي طبعاً تلون بهذه الألوان. مشهد آخر، لوحة أخرى، وهي من الأعمال طبعاً الأخيرة التي رسمها في السنتين الأخيرتين 2001 2000،
هذه اللوحة لجهاز كان سابقاً يسمى صندوق الدنيا، يعرض فيه الأطفال لأيام العيد مشاهد صورية عبر هذا الشكل، ويبقى تبقى الفضاءات حرة طليقة، تبقى الحركة لهؤلاء الأطفال، وتبقى زاوية اللوحة يسار اللوحة أو يمينها هنا لتعطي دلالة ومدخل إلى عمق اللوحة. هذا مشهد، هاي اللوحة مشهد آخر لامرأة وجرة، وتظهر يظهر هنا طبعا الجسر القديم في الموصل، حاول أن يعني يوضحه بهذا الشكل، مع أيضا استخدامه لطبيعة الوجوه والعلاقة أو المحاورة بين هذين الوجهين عبر هذه الخطوط. هذه لوحة أيضا من سلسلة القطيع الأغنام في خطر، هنا يعني لوحة معبرة للجاموس أجلكم الله. نلاحظ هنا التعبير القاسي لعيون الحيوانات، في حين أن هناك حيوانات أخرى تنكسر عبر هذا الخط لكي يعني تأكل هذه الأعشاب أو الحشائش الموجودة. حقيقة لوحة تعبيرية رائعة. لم يظهر هنا فعالية اللون الأصفر، وهو لون مشع جدا، يعني يشكل تضاد لوني قاسي بين اللون الأسود لهؤلاء الحيوانات وبين اللون الأصفر للأرض المشعة أو المشبعة بالضوء. هنا يعني بدأ الفنان وعبر طبعا محاولته ولا ترتبط بمرحلة زمنية معينة يعمل في مواضيع تعبيرية كما يظهر في هذه اللوحة إلى جهة اليسار، ولوحة أخرى اسمها هنا الوردة السوداء في توصيف أراد فيه أن يظهر هذه الوردة رغم إشعاعها بهذا اللون، ولكنها محاطة باللون الأسود. وذات الأهمية أيضا التي طبعا رسمها فيها هذه اللوحة، رسم هذه اللوحة الأخرى والتي تمثل أيضا شكل تعبيري لامرأة محاطة بشبابيك قروية قديمة وتحمل سلة من ما تريد أن تبيعه. هذه لوحة اسمها الجوع، رسمت ضمن أعمال جامعة الموصل، ومن الطريف طبعا أن جامعة الموصل طبعت هذه اللوحة ووزعتها. طبعا هذا العمل في 1975، رسمت اللوحة عام 1974، طبعت جامعة الموصل هذه اللوحة عبر كارتات أو بوست كارت، ووزعته كمعايدات في أيام العيد ضمن 3 أو 4 لوحات. المشهد طبعا تعبيري تماما، يوضح هذه الأشكال التي نخرها الجوع واللون الأصفر المشع. والمشبع أيضا باللون الأحمر القاسي. يعني هذا الكاديميوم ريدب الذي وضعه هنا هو ليس بالأمر الهين أن يكون في جوانب اللوحة كما تعرفون حضراتكم، نعم.
اشتغالات الفنان أيضا في هذا الجانب التعبيري للوحة اسمها حمالة العروس، وهي الحاجيات التي تقدم إلى العروس أو تذهب إلى بيتها من قبل أهلها. نلاحظ هنا الحركة التي يتعمد إيضاحها وعدم الدخول في تفاصيل الشكل. لوحة تعبيرية أخرى بجانبها للتعويذة اسمها التعويذة، تمثل جانبا من القبور مع هذه حبات المسبحة والكف واليد في تعبير ضمن هذا المشهد أو هذا الموضوع. هذه نساء في السوق، بساطة في التكوين مع بساطة في استخدام اللون، ولكن هنا البقعة اللونية المتحركة باتجاهات مختلفة كما نلاحظ، هنا تتجه إلى جانب اللوحة، هنا تتجه بشكل أفقي، وهنا تتجه بشكل عمودي، تعالج هذه الحركة وهذا المشهد. وأيضاً خلفية اللوحة عمل بذات الاهتمام في تشخيص هذه البقعة اللونية، ووضع لنا السلال التي يستخدمها أو يستخدمنها النسوة في تسوقهن، وضعها بهذا الشكل الإنشائي الذي يحدد لنا هذه المثلثات، وكأنها تعزز من فعل الحركة والاتجاه في اللوحة. اللوحة الأخرى الجانبية هي نساء أو جلسة لنساء باكيات، وهو مشهد يقترب من هذا المفهوم، ولكن هنا الكتلة في اللون الأسود والحركة في أرضية اللوحة هي التي تحرك عموم هذا المشهد. يستمد الفنان موضوعاته من الطبيعة، هنا يعني جسد امرأة، نلاحظ أن هذه سوف نلاحظها طبعا أيضا في توصيفه عند رسمه للطبيعة، هذه عبارة عن أو مستمدة أساسا من الأحجار، أحجار الجبال، وتكوين هذه الأحجار يستمد منها هذه الأشكال، فكانت هذه اللوحة. هذه لوحة أخرى لمشهد إنساني تعبر عن الخطيئة، نلاحظ أيضا الانكفاء لهذا الشكل البيضوي الذي يعبر عن الأنوثة، كما نعلم جميعا في أن ضمن الأشكال الإنشائية التي تعبر عن الأنوثة هو الشكل البيضوي، وأيضا هذا الشكل الآخر البيضوي والذي يمثل ذات المعنى، في حين أن هناك أفعى تقترب من هذا الشكل، وطبعا هذه الأفعى ترسم خطا وهميا يتجه من أعلى هذا الفيجر ويدخل إلى ما يمثله الشعر وما إلى آخره من مفردات، ويضع التفاحة بأسلوب تعبيري في أسفل اللوحة معززة بهذه الخطوط وكأنها جذور لهذه الشجرة. لوحات مائية، هنا هذه اللوحة اسمها فتاتان، كما قلت سابقا اللوحات المائية هنا لا يرسمها أو لا يخططها مسبقا، يضع الألوان مباشرة على الورق، هذه مرسومة على ورق فابريانو، ولوحة أخرى أيضا تمثل العائلة، لوحة مائية أخرى مستحمات اسمها المستحمات،
أيضا بساطة اللون، غزارة الفيجر، ووضوح الكتل. هذه لوحة أخرى لعازف الربابة، كما رأينا عازف الربابة في لوحة سابقة، وهذا الموضوع يعني يشغله كان كثيرا. نلاحظ هنا أنه ترك خلفية اللوحة كما هي، وكأنها لوحة تصميم، ولكنها يعني لكن الشكل هنا عبر الظلال القاسية يلعب دورا مهما في تحريك الشكل، بحيث أن النظر لا يعني يأخذ دورا مهما في خلفية اللوحة. هذه لوحة أخرى هي طبعا هي باليت، باليت للفنان، ولكنه أضاف إليها بعض التفاصيل واكتفى بتوقيعها عام 1972، وهي لوحة صغيرة. لوحة أخرى هنا أيضا حطابات وعاصفة، هذه اللوحة رسمت عام 2000، يلاحظ فيها الاهتمام بقوة اللمسات المتحركة، وهذه اللمسات يعني حرة طليقة، ولكنها تثبت أو حضورا مهما في هذه في اللوحة. نلاحظ هنا يعني أراد أن يعني يوجد مشكلة ويعالجوها. هذه الكتلة الثقيلة التي تقع في يمين اللوحة إلى الأعلى هي معادل، وهي طبعا تعبير عن العاصفة، معادل موضوعي للكتلة الأخرى التي تقع في وسط وأسفل اللوحة، معززة بالحركة للكتل الأخرى التي تمتد في اتجاه اللوحة إلى اليسار. إذن المعادل الموضوعي والمضموني لللوحة كتلة قاسية إلى اليمين، وفعل الحركة واتجاه الحركة هو الذي جعلنا لا نهتم أو لا نكترث كثيرا لهذه الكتلة الجانبية العليا رغم أهميتها، ونكتفي بالنظر إلى يسار اللوحة واتجاه شخوصه، مما جعل الموضوع متزنا بالكامل. هنا لوحة مائية أخرى مرسومة أيضا بعين الطائر لمشهد سطح أحد البيوتات وأشخاص نائمون، يلاحظ الاستخدام الظلال. جميلة. ويجاورها لوحة أيضا تمثل عائلة، ولكنها مرسومة بأسلوب تجزئي، أي أنه حاول أن يجزئ هذه اللوحة ويجعلها مجموعة من المساحات، كل مساحة تخضع لاهتمام محدد، ولكنها في يعني في مجملها مترابطة تماما، حاول أن يربطها عبر هذا الفيجر الوسطي والذي يقع في أعلى اللوحة، وهو الذي يضم طبعا كل أجزاء اللوحة رغم الخطوط العمودية القاسية. ولا ينسى أبدا في أنه يضع لنا هذه اللمسات المتحركة والتي تحرك النظر إلى عمق ووسط اللوحة. أعتقد ضمن الموضوعات الآن يعني انتهينا منها. أستاذ منهل العزيزي. نعم. أستاذ منهل. نعم. باقي فقط 3 دقائق لعرض المصورات حتى ننتقل إلى الحوار. أمامك فقط 3 دقائق. دكتور أنا لم أعرض حقيقة يعني باقي التفاصيل يعني. يا ريت انه تسعفني. احنا عندنا زمن هو ساعتين يعني ما صراحه احنا دخلنا بالساعه ونص دكتور، ونصف ساعه للحوار وتبادل الاراء يعني حضرتك. يعني لاعرض سريعا ماشي هذا 5 دقائق اعرض هذا سريعا هذا الجانب البورتريه نعم هذا الجانب البورتريه بشكل سريع ماشي
هذا سوف يعني ما راح أعلق بشكل موسع، ولكن بدون تعليق نعم مباشر حتى لأن واضح البرد. طبعا هذا والد الفنان رسمه عام 1959، وهو طبعا بتأثير من أستاذه كامل مصطفى بنفس الأسلوب. جد الفنان أيضا رسمه عبر صورة فوتوغرافية وهي صورة يعني خيالية. هنا أيضا هذه المدام التي كان يسكن عندها في القاهرة، مدام أنا، وهذه بورتريت آخر أيضا لشخصية موصلية. ابن الفنان سيف وامرأة كبيرة. هنا الفنان يرسم موديلاته، هذه مجموعة الموديلات التي يرسمها، هنا أيضا الموديلات. هذا موديل لأخو الفنان خليل عبد الخالق الدباغ، المرحوم خالد الدباغ، في هذا التخطيط طبعا، وهذا بألوان الباستيل. رسم تعبيري لموديل الفنان راكان دبدوب وآخر، هذا أيضا بورتريت الشاعر حميد سعيد والشاعر عبد الوهاب البياتي، رسم حر طبعا مباشر. هنا أيضا بورتريت، وهذا البورتريت لي، صورة رسمت بالمرآة لنفسه، وهذه هذا بورتريت يعتز فيه كثيرا لأخو الفنان الدكتور كمال يونس شريف رحمهم الله. هذا يعني بورتريت لزوجة الفنان أطال الله في عمرها، السيدة زينب عبد القادر، يجاوره زوجتي ابنة الفنان، وهو بورتريت معروف. هنا اختزال للبورتريت، نلاحظ بورتريت للفنان بشير طه وبورتريت آخر أيضا. الآن في دقائق فقط أعرض هنا الطبيعة الصامتة، اسمح لي دكتور في دقائق أعرض لك إياها. يقول طبعا الفنان: أنا أرسم الطبيعة واقعيا وطورا آخر محطما إياها وصانعا منها شكلا فنيا جديدا، أساسه الطبيعة وقوته القدرة في تحريك عناصرها، والهدف طبعا هو تحقيق رؤية جديدة يظهر فيها الإيقاع في اللون والخط والكتلة والملمس في بناء فني جديد. طبعا أنا أستل هذا الكلام من مذكراتي. هنا يظهر في الصورة مع الفنان فرج عبو أمام قصر جده وهم يقومون برسم الطبيعة بشكل مباشر. هنا أيضا عام 1948 في رحلة مع الفنان خالد الرحال رحمهم الله، أيضا في رحلة فنية لرسم الطبيعة. هذه مجموعة من الزهور يعتمدها الفنان بذات الأسلوب في رسم متحرك، لوحة كبيرة طبعا. هنا لوحة مقسمة إلى مساحات، طبيعة صامتة أيضا. نلاحظ هنا رسم للزهور أيضا، وهذا التقسيم المتعمد للشكل الشطرنجي يقاربه أو يتوسطه شكل متحرك. نلاحظ الزهور الضاحكة هنا، وهذه أيضا ستيل لايف يرسمها بشكل مباشر. هذه اللوحة عام 67 اسمها أوحال وثلوج. هذه هي
اللي عرضنا دكتور يصل صوتي؟ يصل يصل حتى الهمس دكتور. يصل نعم بس أعرج على هذه اللوحة. هذه اللوحة هي ستيل لايف الزهور. نلاحظ هنا في هذه اللوحة أن الزهور هنا هي دبكة بمنظور آخر، وهي عبارة عن يعني أشخاص يقومون بالدبكة ولكن بشكل واضح عبر هذه الدائرة المتحركة. هذه طبعاً طلاب السنة الأولى في معهد الفنون الجميلة في الموصل، وهو يعني في سفرة علمية وهو يرسمهم. هذه أيضاً مواضيع بالألوان المائية، وهذه لوحات أخرى بأساليب مختلفة للستيل لايف. هذه اللوحة الحقيقة في يعني وقعها في سنة 2000 ولا جدا بقيت هذه اللوحة، ومن حسن الحظ أن الاحتلال الداعشي للمدينة أهملها وحصلت عليها مؤخرا. يلاحظ فيها هذا المشهد المأساوي لطبيعة النهر والقارب وما إلى ذلك. لها قصة الحقيقة هذه اللوحة، وهذا أنهيت هنا هذا العرض. نعم خلي أطلع موار. شكرا سعود أعطينا الصورة. نعم دكتور. العفو أستاذ منهل، أنهيت العرض؟ نعم يعني على عجالة أنهيت العرض. أنا والله كان بودنا، بتعرف هو الوقت يعني محاصرين بالوقت، وكان بودنا أنه نبحر معك في هذا يعني الامتداد الجميل، لكن قدم الإدارة للوقت في هذه المحاضرة أو هذه الندوة. أنا حتى أدخل مباشرة الآن بدأ مرحلة الحوار، وياليت يكون فيه رذم وإيقاع متدفق. الآن لو سمحت مباشرة فقط تدون الملاحظات أستاذ منهل ثم تجيب. تفضل دكتور قيس. تفضل عزيزي دكتور قيس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي. أهلا دكتور قيس. تحياتي وتقديري لك عزيزي أستاذ منهل. شرفني وجودك دكتور قيس، أشكرك. بارك الله بيك على هذه المحاضرة التي هي أكثر من رائعة، ويبدو أن المشكلة التي كنت تعاني منها بدأت الآن في هذه اللحظة وعاني منها، فقد انقطع عندي التيار الكهربائي ولكن عندي ما شاء الله. على كل أخواني الأعزاء، صوتي واضح يمكم؟ واضح واضح دكتور. واضح واضح. نعم حقيقة ليس لدي سؤال، أو لأنه ما تفضل به هو تغطية شاملة لحياة فنية رائعة لفنان كبير اللي هو الأستاذ الفنان الكبير نجيب يونس، ولكن لدي بعض اللمسات الطفيفة على ما تفضل به أخي العزيز أستاذ منهل الدباء. ولكن في البداية أود أن أشكر هذه المنصة والقائمين عليها من جامعة القادسية وكلية الفنون الجميلة بعمادة الدكتور الصديق الزميل القديم دكتور كاظم منوير، وأخواني الأعزاء الحضور جميعا. حقيقة أود أن ألفت الانتباه إلى مسألة، أن الفنان نجيب يونس يبدو أنه في تلك الفترة التي عمل فيها في جامعة الموصل كان المطلوب منه هو توثيق الحياة المعيشية والحياة البيئية والعمارة الموصلية، فلذلك قام بهذا الدور هو أكثر من قام بهذا الدور من خلال الثلاثي الكبير من الموصل اللي هم على رأسهم نجيب يونس وركان دبدوب وضرار القدو. حقيقة تمكن هذا الفنان من أن يوثق جوانب تفصيلية دقيقة جداً
من حياة الاجتماعية في الموصل، وهو لم ينسى كل أي طائفة من الطوائف أو من هذه الشدة الورد التي عاشتها مدينة الموصل وما زالت تعيشها ولله الحمد إلى يومنا هذا. حقيقة تميزت موضوعات أستاذنا الكبير برسم الحشود البشرية، وهذه ميزة كان بودي أن نركز عليها. حقيقة هاي الحشود البشرية الكثيفة ومعالجتها ومعالجتها يعني لهكذا أشخاص وبهذه الكثافة، هذه ميزة قلما نجدها في المشهد التشكيلي العراقي المعاصر. حقيقة بهرته الأزياء الشعبية أو ألوان الأزياء الشعبية اللي كان يرتديها كل من إخوان الأكراد أو الأيزيديين أو القرويين أو الريفيين اللي بالموصل، وهذه الألوان تركت بصمتها واضحة ليس فقط على أعماله، لأن انتقلت هذه البهرجة اللونية أو هذه الغنائية اللونية انتقلت إلى كثير من فنانين الموصل، وأصبح وكأنه هو الآن يقود مدرسة فنية في الموصل. نلاحظ أنه تأثيره واضح على كثير من فنانين الموصل. هذا من جانب. يوم أمس دكتور قيس لو سمحت فقط المداخلة 3 دقائق كحد أعلى، يعني ماشي أرجو الاختصار لو سمحت. سوف أختصر يعني من الأخير. أعتذر منك لكن هذا هو إدارة للوقت. إحنا في كلية الفنون الجميلة في جامعة الموصل حقيقة بدأنا بعد النكبة الكبيرة اللي تعرضت إلها مدينتنا على يد دواعش وما أصابها من دمار، بدأنا نفكر جديا بتوفيق الفنانين الكبار اللي هم كانوا رواد للحركة الفنية بالموصل، وقمنا ويعني دعونا طلبتنا بهذا الاتجاه لتوثيق حياتهم الفنية على شكل أبحاث علمية دقيقة. أود أن أشير إلى مسألة مهمة. أنا طبعاً كنت أزور الفنان نجيب يونس في جامعة الموصل، وقبلها كنت أزوره في كلية الهندسة عندما كان يعمل هناك، لكن أخيراً آخر لقاء بيني وبينه كان قال لي أنه هو أنجز 20 لوحة تجريدية، وعندما شاهدت هذه اللوحات التجريدية وجدت أنه رسمها بالطريقة الانطباعية بالطريقة اللونية الانطباعية اللي إحنا عهدناها عليه في معظم رسوماته اللي الآن أطلعنا عليها الأخ العزيز الفنان منهل الجبار. أنا ليس لدي هذا السؤال، إنما فقط مجرد ملاحظات وملمسات، وشكرا جزيلا لإصغائكم، والشكر موصول لأخي العزيز الفنان منهل ولكم جميعا، وبارك الله بكم. شكرا جزيلا للدكتور قيس، والآن أدخل مباشرة أعتقد الزميلة الدكتورة خولة الخالدي، أو لأن اختفى بعدين يبدو أنها اختفى الاسم، رفعت إيتها وبعدين اختفى. إذا كنت متواجدة أرجو التواصل. عموما الآن مع الزميل الصديق المتميز دوما دكتور حسين النجار، تفضل عزيزي دكتور. دكتور حسين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الشكر يتجدد لمنصة جامعة القادسية والأستاذ الدكتور كاظم المنوير والدكتور الرائع جبار خماط والغالي الأستاذ منهل لهذا الطرح الرائع الذي قدم من خلاله عرضا جماليا مغايرا. لا شك أن المرجعيات وكما ذكرها الأستاذ منهل هي البيئة، حتى لا ناخذ وقت، البيئة ودراسته في مصر، لكن من خلال تتبع الأعمال هناك مرجعيات هامة جدا. ذكرنا أنه أكو على سبيل المثال منظور عين الطائر، في الحقيقة أنا ما صحيح هي أكو عدة جوانب بالمنظور، لكن أكو منظور في تماس قريب جدا
لأعمال الفنان بروغل. فالحشود البشرية وآلية توزيعها هي أقرب لأعمال الفنان بروغل. هناك تأثير واضح وكبير جدا لنتاجات الواقعية الاشتراكية إضافة إلى الواقعية النقدية بشكل كبير جدا، خاصة سلسلة لوحات الحطابات. هذا الوجود حتى لا أخذ من الوقت، حسيت أنه أغلب الأعمال مبنية على هذا الجانب بشكلها البنائي وبشكلها الرمزي والتعبير كذلك. هناك خاصية إضافية وهي الحالة السردية، يعني لاحظت في كثير من أعمال الفنان هناك حالة سردية، هناك شخص يطل من خارج اللوحة ليخبر المتلقي بما يدور داخل اللوحة من أحداث، مثل لوحة جامع المكسرات في الليلة الماضية طبعاً، وزير الماء وغيرها. وهنا هذه الذرة، العفو الجرة والزير تكررت، وهي أعتقد بها أيضاً ارتباط فكري وحضاري مع حضارة وادي الرافدين حتى وأن تكون مقصودة، العفو غير مقصودة. كما اهتم كثيراً بالجانب التعبيري، يعني وجود التعبيرات بالأيدي والأشكال أخذت جانب كبير في أعماله، كونها تحوي جانب تعبيري إضافة للجانب الواقعي. أكو هناك أيضا حتى جانب رومانتيكي لمسته، خاصة في لوحة العاصفة والخبازة والعاصفة والحطابات. أنا يعني اللي شفته واللي لمسته أن هناك تجربة ومدرسة أيضا، ليست فقط تجربة للفنان نجيب يونس، تحتاج إلى دراسة معمقة. وما عندي تساؤل، فقط عندي مقترحات بسيطة ولو أطلت دكتور. أتمنى أن يدرس أسلوب الفنان دقيقة واحدة فقط دكتور إن شاء الله. أتمنى أن يدرس أسلوب الفنان نجيب يونس لمرحلة كاملة دراسية حتى نلحظ تأثيرات عليهم ونأكد هذه المدرسة. تحليل نقدي لأعمال الفنان يعني خارج المنهج الشكلي أو البنية الشكلية وضمن المناهج النفسية ومناهج النقد المعاصرة، دراسة مقارنة لأسلوب الفنان نجيب يونس مع فنان من الرواد طبعا المنطقة الجنوبية أو الوسطى، حتى ندرس التأثيرات اللونية في المدرسة الواقعية العراقية إضافة إلى توزيع الحشود. وشكرا جزيلا وأعتذر للإطالة. شكرا شكرا دكتور حسين. شكراً على دكتور. هذه المقترحات، وأنا شكرا دكتور على هذه المقترحات فعلا مهمة جدا. شكرا جزيلا دكتور حسين. الآن مع الزميلة سناء أحمد الخالدي، تفضلي ست سناء تفضلي. سناء الخالدي في الصوت، يعني ما يظهر الاسم بعد ذلك تختفي. يعني سناء موجود الآن. سناء لو سمحتي تفضلي. مساء الخير تسمعني؟ مساء الورد، أهلا وسهلا. مساء النور. مرحبا أستاذ منهل، شلونك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. هلا مرحبا، شلون الصحة؟ معاكم الله يخليك عيني، معاكم سناء أحمد الخالدي، تدريسية في معهد الفنون الجميلة أربيل قسم المسرح. أهلا وسهلا، مرحبا. الله يخليك. في البداية أحب أشكر القائمين على منصة كلية الفنون الجميلة جامعة القادسية، وشكري الخاص للدكتور كاظم نوير، وأشكر دكتور جبار مقدم المحاضرة، إضافة إلى تحياتي وتقديري للأستاذ الفنان منهل الدباغ. وإذا يسمح لي الأستاذ منهل أقدم مداخلة بسيطة. أكيد. طبعاً أستاذ، أنا أعتقد بأن الدمى التي صنعها الفنان في طفولته والتي تم وضعها على مسرح شباك غرفته قد لازمته كمشهد متحرك حتى في أعماله المتقدمة، حيث سعى إلى تحريك مفرداته وشخوصه كلاً ضمن متطلبات موضوعة، وذلك لكي يحقق أعلى وأدق الحركات التعبيرية عبر الضوء واللون والخط والكتلة، والتي هي أصلاً ساكنة بمشاهدها الأصلية كما في لوحات المناظر الطبيعية، وهذا كان واضح من خلال العرض اللي قدمته حضرتك. نعم. وهنا أدركت تماماً
من خلال ما قدمه الفنان منهل الدباغ، بأن الفنان نجيب يونس رحمه الله يتناول الحركة حتى وإن كانت جامدة، ثم يقوم بمعالجتها في جو منسق من الخطوط والألوان والكتل لكي تبدو للمشاهد وكأنها متحركة في جوها العام. وكان هذا واضح في لوحته جني الفستق، حيث لاحظت الأرجل المتحركة عبر أقدام النسوة التي تقوم بهذا العمل، فضلاً عن مؤثرات الظل والضوء وجميع مشاهد اللوحة. ومن خلال ذلك يستطيع المشاهد أن يتجول بشغف عبر مفردات اللوحة ويكتشف حقيقة المشهد في وصف فني ودقيق. وشكراً، وهذا كله من وجهة نظري، وشكراً جزيلاً للجميع. شكراً لك. شكراً لك جزيلاً على هذه المداخلة. أعتقد مداخلة كانت يعني فيها عمق وذكاء، وفعلاً مرحلة الطفولة هي مرحلة فاعلة ومتحركة وكان لها امتداد أيضاً في أعماله المتقدمة. نعم نعم نعم، هذا هي ملاحظة مهمة جداً. الآن مع المبدع المتميز دوماً في طروحاته الأستاذ هيثم فتح الله. تفضل أستاذنا. شكراً دكتور جبار عزيزي، تحية لمنصة القادسية وتحية لكل الحضور، وشكراً للأستاذ منهل على هذا الزخم الكبير اللي يعني أمتعنا به. يعني ما يختلف اثنان أنه نجيب يونس فنان كبير، واحد من أعمدة الفن التشكيلي بالموصل والعراق بشكل عام. تحياتنا لك. يعني هذا الحكي والعرض وهذا مقيم كله، لكن ما يبقى للتاريخ. أنا قبل بداية المحاضرة أنا ودكتور كاظم اتفق يعني مبدئيا شعوريا اتفقنا أنه لازم يصير توثيق مطبوع للفنان نجيب يونس، وينطبع بأسلوب وإخراج فني عالي جدا، لأنه لوحاته قيمة. ولو بعض الصور اللي عرضتها ضعيفة، لكن إذا بحثنا ووثقنا وشفنا المقتنيات وين موجودة وقدرنا نحقق هذا المطبوع، أعتقد راح يكون وثيقة مهمة للفن التشكيلي العراقي، وليس للفن التشكيلي بل وثيقة مهمة للحياة الموصلية وقراها. يعني راح يفيد الباحثين لدراسة باقة حياة الموصل في فترات مختلفة. أنت عرضت صورة مثلاً أكو ظواهر بتختفي، الحمالي مال العغوص مال الموصل اختفت، أنت موثقة بلوحات، فإذا هذا راح الناس أو الباحثين يدرسون واقع حياة الموصل سواء كانت في ذاك الزمن أو في الزمن الماضي أو في الزمن. يعني مهم جدا التوثيق، وأشد على إيدك أستاذ منهل أن نخلي نعمل مع بعض، وأنا حاضر لتقديم كل المساعدة ورعاية هذا المطبوع إن شاء الله. إن شاء الله. موضوع ثاني معاك الحقيقة سريع. العفو دكتور. لا العفو العفو بالعكس. أكثر من شخص قال لي إحنا زرنا الأستاذ نجيب يونس في بيته وطلبنا منه لوحات، كان يعرض لنا كتالوج مصور عن لوحاته ويقول اختاروا شنو تريدون، البايع الفرارات المزهرية الستيل لايف، وبعدين هو ينفذها. فأريد منك أنت بما أنه معاشرة للأستاذ نجيب، هل هذا صحيح؟ وربما يكون صحيح لأنه أكو أكثر من لوحة لبايع الفرارات بمختلف الحركة مختلف الألوان، وكذلك بايع السوس وكذلك الدبكات. فأرجو منك توضيح هذا إلي، التوثيق إلي. شكرا لك، وأنا حاضر للمطبوع الفني وجاهز للتواصل معك مباشرة. أشكرك جدا. أشكرك جدا. شكرا شكرا أستاذنا على هذه المداخلة المهمة، وكأنك في داخلي أنا ردت أقترح على حضرتك أثناء المحاضرة أنه نطلق مشروع اللون ذاكرة المدينة، لأنه فعلا يوميات المدينة الموصلية بمراحلها التاريخية المتعددة موثقة في جسد اللوحة، بالتالي هي مادة توثيقية مميزة وفاعلة. وفاجأت أنه هذا المشروع في داخلك أيضا. أنا أشكرك جدا لأنه فعلا دائما حضورك عضوي ومتميز أستاذ هيثم، ومقترحاتك دائما نوعية وعملية. أعتقد لا يوجد الآن أستاذ منهل، تفضل
بالتعليق على ما ورد من ملاحظات وحوارات الزملاء. تفضل عزيزي. أشكر بداية جميع الذين كانت مداخلاتهم ثرة وأمتعتنا وهي تعزز ما تم طرحه في هذه الندوة. وأود يعني في البداية أن أقول أن يعني تأثيرات الفنان بروغل على الفنان نجيب يونس أعتقد لم تكن حاضرة ولم يسبق له أن يعني بحثنا في الفنان بروغل عن أعماله وطبيعة إنشائه، ولكنه تأثر بالانطباعيين وتحديدا بالفنان العالمي مانيه وطريقة أدائه اللونية لأشكاله وبساطة ألوانه، وكان يعتز كثيرا بإنشاءات الفنان تولز لوتريك والتي تمزج بين الانطباعية والتعبيرية، ومؤلفاته من اللوحات لمنظوره في عين الطائر هي جاءت حقيقة من تأثره بالمنظور الذي تلقاه وهو طالب في الأعدادية من أستاذه عبد الخالق الدباغ، حيث كما ذكرت سابقا رسم مدينة كاملة بهذا التوصيف. أيضا فاتني أن أذكر أن في الأعوام 47، 48 وحتى 46 كان هناك مركز ثقافي بريطاني في الموصل، وكان الفنان نجيب يونس قبل سفره إلى القاهرة يذهب إلى هذا المركز ويطلع على أعمال الفنانين عبر منشوراتهم التي كانت موجودة في مكتبة المركز. تعرف فيها على فنان بريطاني اسمه روس توماس، كان يأتي لزيارة المنطقة ويرسم الطبيعة. نفذ هذا الفنان الإنجليزي مجموعة من اللوحات بمنظور عين الطائر. تأثر الفنان نجيب يونس بهذا الشكل وأخذ يشتغل بهذه الاشتغالات، ولكن ليس عبر المشهد الطبيعي ولكن عبر مجموع الشخوص التي تؤكد على الحركة والكتل البشرية. الحقيقة هناك قاعدة يعني لونية، أو هناك قاعدة تقول أن اللون هو عنصر بصري ويكون حاضراً بحضور الوجود، باعتبار أن هناك بيئات مختلفة بين منطقة وأخرى تبعاً لجغرافيتها. والملاحظ في أعماله عبر هذا التوصيف أن هناك قوة لونية متدفقة دائما، وهذه القوة اللونية طبعا ناتجة من الشرق، وهذا ناتج طبيعي بسبب الألوان الحارة. بخصوص توثيق الأعمال، أنا والذي يعني طرح هذا الأستاذ هيثم، أنا مستعد يعني لتزويده والاتفاق على مجموع الأعمال التي بحوزتنا والموجودة لدينا ولدى الآخرين ومعارفنا وتصويرها بدقة، ولدي طبعا الكثير من المصورات والتي هي يعني مصورة بدقة عالية. أما ما يطلبه الزوار من الفنان نجيب يونس عبر كتيب مطبوع، أعتقد هذا ليس صحيحاً، لأن هناك معلومة أود أن أوضحها، أن لوحات الفنان نجيب يونس هي ليست لوحة واحدة، أي أنه عندما يرسم بائع الفرارات يرسمها بأكثر من سكيتش، وكل سكيتش له ميزة خاصة أو وضعية خاصة، وهكذا بقية الأعمال الأخرى التي تتناول الحياة البيئية. وهذه السكيتشات يعني أنا لم يتسنى لي من الوقت لكي أعرض هذه السكيتشات والتي تمثل موضوعا واحدا وربما لعشرات الحالات لنفس الموضوع. عندما يأتي شخص معجب بهذه اللوحة يقول له لدي سكيتش آخر ممكن أن أعمل عليه ويعني وأوفر لك هذه اللوحة، ويترك الموضوع إلى
أن تأتي أو يأتي الوقت الذي يعني يستطيع فيه أن ينفذ فيه اللوحة المطلوبة. نعم. أما شكراً جزيلاً أستاذ منهل، كنت رائعاً في عرض منجز الفنان المبدع الراحل نجيب يونس، وبهذا الثراء البصري وهذا الثراء في يوميات المجتمع الموصلي وامتدادات البعد الشعبي بتفاصيله الدقيقة الذي يمثل ذاكرة المدينة التي نحن بأحوج ما نكون إلى هذه الذاكرة بعد هجوم داعش وتدمير كثير من معالم هذه المدينة الرائعة التي علمت عبر امتداداتها الحضارية أنها مدينة بامتياز ومدينة للتعايش، مدينة للسلام، مدينة لنثر الجمال في الحارات والشوارع والأزقة. وهذا يعني ما يدل على هذا، أن هذا الثراء البصري بتلك اليوميات الجميلة أتقن صنعها الأستاذ الفنان الراحل نجيب يونس. وأيضا أضيف لأستاذ هيثم، أنا يعني استوقفتني هذا الكم الكبير من يوميات المجتمع الأزيدي. يعني هذه اللوحات هو رصد لذاكرة أنثروبولوجية من العادات والتقاليد والبعد السلوكي وحتى اللوني والإكسسوارات والتفاصيل والأفراح والأحزان في المجتمع الأزيدي، وبعد تعرف مأساتهم أثناء دخول داعش، بالتالي ممكن أن يكون موضوعاً مستقلاً للتوثيق أيضاً، لأنه أكثر ما عرض هو في تلك اليوميات اليزيدية التي عرفناها بشكل مفصل من خلال اللوحة التي تحولت إلى نص سردي جمالي فاعل، تفاعل وأوجد مسافة جمالية متميزة مع المتلقي. أنا أشكرك جداً أستاذ منهل على هذا العرض الرائع، وأترك الآن الكلام للأستاذ الدكتور كاظم نوير عميد كلية الفنون الجميلة لإلقاء كلمته وإنهاء هذه الندوة. تفضل. شكرا لك دكتور كاظم. جبار، أشكرك جدا على إدارة هذه الندوة، الإدارة الرائعة، متمنيا لك دوام التألق. شكرا جزيلا دكتور جبار، شكرا جزيلا للأستاذ منهل الدباغ. الحقيقة كانت رحلة ممتعة وعلمية وأكاديمية، استعرض فيها الأستاذ منهل تجربة أحد الفنانين العراقيين الذين صوروا بطريقة فنية متميزة الحياة في شمال العراق. وأريد أن أؤكد على فكرة أعتقد لم تطرح في هذه الندوة، وهي السمة الأسلوبية التي يصور فيها نجيب يونس الأشخاص وخاصة النساء. أغلب الوجوه التي يصور فيها نجيب يونس هذه النساء ووجوه النساء بالأخص تقترب من الوجه الطفولي، يعني من خلال التلاعب بالنسب وخاصة منطقة الأنف. لو تلاحظون أغلب الأشكال النسائية اللي موجودة كانت متشابهة في هذه السمة. وأيضاً السمة الأخرى التي يصور فيها نجيب يونس أشكاله إنها لا تتبع منطق العلاقة ما بين الشكل الضوء والظل، يعني بالطريقة الأكاديمية اللي معروفة. وأعتقد إنه أستاذ منهل من خلال إشارته إلى ماني يؤكد على هذه الفكرة، يعني لا توجد منطقة ضوء محددة حتى يكون يعني لدينا في المنطقة الأخرى الظل. فالشكل يعني بشكل عام يصوره نجيب يونس على أساس الضرورة الفنية والرؤية الفنية الخاصة به. أغلب الأشكال اللي موجودة حتى لو كان مصور يعني جانب من الشكل يعني وفيه هذا الظل، فهو للضرورة الفنية وليس لتصوير حقيقة. ولهذا كل أعماله وحتى العلاقات اللونية هي مبنية على أساس علاقات تجريدية موسيقية خاصة بالعمل الفني نفسه، وهذا عزز من خلال استخدامه
الفرشات العريضة والألوان القوية وحركة الفرشات القوية التي صنعت هذه الحيوية وهذا التدفق اللوني، التدفق العاطفي والتدفق الحركي اللي موجود في أغلب أعماله. ويعني هذا الموضوع انسجم مع يعني فكرة الاستعراض الإنساني، الاستعراض اللوني، الاستعراض الصوري اللي سيطر على أغلب المشاهد الفنية اللي أنتجها نجيب يونس. ولذلك فهو أهمل في يعني أغلب أعماله، يعني أهمل العلاقة ما بين الضوء والظل، وأهمل العلاقة المنطقية في كثير من أعمال ما بين يعني فكرة الفضاء وفكرة المكان واللون. وحتى نجد في كثير من أعماله أهمل حتى فكرة التشريع، إلا في بعض المناطق اللي يؤكد عليها وخاصة الوجه والأيدي. يعني هو تجاوز هذه المنطقيات وهذه التعريف الوارثة في الرسم الأكاديمي لصالح إنشاء اللوحة الخاصة بي، وأنتجت هذا الاحتفاء اللوني. بنفس الوقت أريد أن أشير إلى أن تجربة نجيب يونس يعني تشير إلى الفقر النقدي، ويعني تجاوز على كثير من الفنانين خاصة المحافظات اللي بعيدين عن المركز، وعدم تناولهم بطريقة تليق بهذه التجربة. ويعني تجربة نجيب يونس صورت أفكار وصورت رؤى وصورت أحاديث كان نسميها أحاديث شعبية مختلفة تماما عن ما أنتج في كل الفن العراقي وخاصة بهذا الأسلوب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ منهل، وأشكر الأستاذ المساعد الدكتور جبار خماط على إدارة هذه الندوة، وأشكر الحضور جميعا على المتابعة والحضور والتفاعل مع الندوة والمحاضرات التي أنجزناها في منصة كلية الفنون الجميلة في جامعة القادسية. شكرا لك دكتور على هذه المنصة الرائعة المعرفية المتقدمة، وأتمنى أن أراكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، وأتمنى أن حققت شيء عن أو فات شيء من حق هذا الفنان الكبير نجيب يونس. يعني الذي قدم بالتأكيد يعني فشيء رائع، وأضاء لنا يعني تجربة كبيرة، على الرغم من يعني جميع تقريبا جميع الفنانين العراقيين يعني عانوا من فكرة أو من مشكلة التوثيق الصوري، يعني كثير من الصور التي عرضت في هذه الندوة لم تكن يعني بالمستوى الذي يوازي حقيقة طبيعة الأعمال. يعني اللي يشاهد الأعمال الفنية الحقيقية لنجيب يونس سيشعر بالفرق كبير ما بين الصورة الفوتوغرافية وما بين اللوحة التي يشاهدها أمامه. شكرا جزيلا أستاذ منهل، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم جميعا أهلة الفنان والأستاذ سيف نجيب يونس الذي حضر هذه الندوة. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لكم، شكرا، تصبحون على خير. شكرا أستاذ منهل الدبار، شكرا جزيلا، شكرا، أنت الأروع، تصبحون على خير، تصبحون على خير.